خسر الزمالك من وضيفه سموحة بهدفين نظيفين في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز. بهذه النتيجة توقف رصيد الزمالك عند 19 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع سموحة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث. وفي البطولة نفسها تعادل غزل المحلة مع ضيفه المقاولون العرب بهدف لمثله. بهذا التعادل رفع غزل المحلة رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع، بينما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر. ونبقى مع الدوري الممتاز، حيث يستضيف بيراميدز غدا فريق الإسماعيلي، بينما يحل إنبي ضيفا على فاركو ويلتقي البنك الأهلي مع فيوتشر. يحل ليفربول الإنجليزي غدا ضيفا على إنتر ميلان الإيطالي في ذهاب دور 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. وفي مباراة أخرى بالدوري ذاته يلتقي بايرن ميونخ الألماني مع ريد بول سالزبورغ النمساوي. نهاية أخبار الرياضة، وعودة مرة أخرى لإلهام وإيمان، إليكم. شكرا جزيلا لك معرفة.